دلوقتي احنا زي ما قلنا كده هنتابع مع بعض حركه السوق السياحي كده ونشوف يعني الاصداء الخاصه بالمنتدى مع الناس اللي شغاله هنا في المنتدى في السوق السياحي او السوق القديم في شرم الشيخ. معايا دلوقتي الاستاذ عمر فتحي وهو هنا مدير مسؤول في احد المحلات السياحيه في السوق القديم. ازيك عمر، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. اخبار حضرتك؟ تمام الحمد لله. والله الحمد لله. عمر، عايزين نعرف منك كده، تسمع عن منتدى شباب العالم اللي موجود دلوقتي، قول لي كده رايك فيه ايه، وتفتكر ممكن ياثر ازاي على عوده يعني او انتعاش زي ما بيقولوا كده السياحه مره ثانيه هنا في شرم الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو منتدى شباب العالم اكيد بوجهه جميله جدا بالنسبه للسياحه في مصر هنا. المنتدى لما بيحصل كل سنه بيعمل انتعاشه كويسه جدا، وانا اتمنى ان ده يدوم كتير. وانا بشكر الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي ان هو بيعمل المنتدى المحترم ده، ودي يعني وجهه جميله جدا بالنسبه للمصريين للعالم كله. منتدى بيجيب جنسيات كتيره جدا مش معتادين ان احنا نشوفها، يعني احنا متعودين على بعض الجنسيات في شرم الشيخ، الروس والطليان وبعض الانجليز وكده، لكن المنتدى بيجيب ناس من كل العالم. محتاجين بس ان احنا نتعلم اكتر ازاي نبقى عندنا حسن الضيافة، وعندنا احنا طبعا موجود الكلام ده، بس يعني لما نزوده فده هيزود لنا حجم الناس اللي بتيجي. اللي بيجي مرة هيحب يجي تاني وتالت. Alright, can you tell me please what's your name and where are you from? اسمي ليزا وأنا من موسكو، وأزور شرم الشيخ للسياحة، وهي مدينة جميلة وبها أماكن رائعة، وسوف أشارك في المنتدى. زرت شرم الشيخ 4 مرات، وهذه هي المرة الأجمل بالنسبة لي على الإطلاق. زي ما شفنا كده مع بعض، رصدنا الأصداء وتبعات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هنا من السوق القديم في شرم الشيخ. طبعا المنتدى ده اللي هيفضل مستمر لحد 13 يناير في استقبال الوفود الأجنبية المختلفة، اللي كمان على هامش المنتدى أكيد هيكون ليهم زيارات مختلفة سواء للسوق القديم أو لخليج نعمة، أو كمان إن هم يستمتعوا بالبحر الأحمر والخليج الخاص بشرم الشيخ عن طريق السنوركلينج أو غيره من الفسح اللي ممكن يقوموا بيها. فعلا هيكون ليها دور كبير جدا. سمعنا آراء الناس، سمعنا كمان آراء السياح، أكيد هنتابع مع بعض على بقية الأيام وعلى مدار الأيام فعاليات المنتدى وكمان تأثيره على شارع شرم الشيخ.